البنات، لاباس عليكم؟ كي درتوا اموركم؟ بخير على خير، كلشي مزيان. كي دوزتوا رمضان؟ المهم اليوم النهار الخامس على التوالي في رمضان. اليوم عرضنا عجوزتي حماتي نمشيو نفطروا عندها. غالي كنسمع غواتو من هنا، يا بابا هبطوا هو الاول، دونك غادي نهبط. يلا البنات تفطروا معنا وقولوا لي كي جاتكم الجليبه ديالي. اعطيوني اراءكم، اراءكم تهموني. كون بحال كيحمقكم الرجيله د لي بيبي ويدا هاد الرجلين رجليه، كل مره كيبانوا لي مره رجلين بابا ومره رجليه. قولوا ما غالي رجيلات من مالو حبيبه. صافي صافي كبيده صافي. يلا كي درتي؟ مرحبا بك. لاباس بخير مزيان. جيبوا لي شي كراسة على الخير. لاباس كي درتي؟ ما جاتنيش راه شو ايا جات زين الكسيوه. هاي عاد صايمه خيط اليوم، خيط. كيفاش خيطتي؟ شرحي لي. خيط زعما وديك النهار جيتي صايمه؟ صمت دابا 3 ايام. 3 ايام البنات شتو ديك لابارتي ديال غالي في الجنب مسكين، تما شدوا له العرق في راسو باش كان في لاكلينيك باش يشدوا له لابارتي ويدوزوا له الدواء، دونك دعس علينا. مرحبا خالتي ماريا، ديري تحيه للبراقه. خالتي نزهه هاي للا خطور، هاي تقول لي كتصوري وتقدر. صور صور. شوف البنات صايب باش كان عنده الشعر. هي ما تشعر صايب اختك تنسد شي عمليه بحال عبد الله. اهلا رجاء لاباس؟ كي درتي؟ كلشي مزيان؟ هادي هي ماما تاهي وساره. وهذا حبيبي. انا على بون فطور ا تو الموند توت لا فامي. ميرسي. جو سي با واش وريتها لكم واش شريبين مع اللون. المهم حيت غادي نحيد الفوقاني حيت الصاد باش نبقاي بالقميص التحتاني، قلت نوريكم الجلابه باش تشوفوها. هذه البنات الجلابه ديال العرس ديالي. صايب كيدير فيا هما فهم تخو تمشي تصلي اصلا؟ انا ما تصليش في الجامع. لا يلا يقبل مع السكر. شتي تصويره نشرب قهيوه غالي كيدير. انا منين كنجي عند العائله كنبقاش نضرب حساب غالي، ولكن باش كنمشي للدار كنلقاه ولا في اليدين وكنحل فيه. دابا مابقاش كنبغي يقص له الارض. سي نورمال. قبلنا في العشاء بالبرقوق يعني دقيقه سميتها تمكن صبيطه ومشمشه وشليضه كويزه. كاين هنايا تكتوكه رخيص بالمشرمل لاريكو. كلهم كاملين بلاتي انا نجي باش تعاود لهم النكته. الراجل قال مرتو قال لها ما مش عند والدها راه رمضان دابا وهي غير بوحدها وعيانه نعاونوها. قلت له واخا. مشاو عند عقوزتها وصبح نهار رمضان وجدوا كل شيء وكل شيء هذيك. قربت المغرب وعاد كتفيق ديك المراه. دخلت عند عقوزتها قلت لها خالتي واش نعاونك شي حاجه؟ قلت لها ودني ودني. كتبعني عليا يا عمي. كتقول لي زعما انت فنيانه. لا 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 والله ما عندك علاش ياك عمي ياك تجي عندنا. انا ما كنفيق الصباح بكري دابا. شكون كيوجد الفطور في الدار؟ والله ما نعرف. انا اللي كنوجد الفطور في الدار والله العظيم. مزيانه ساره كتلبسي انت الاولى ما شاء الله الله يكثر من امثالك. وبعدي منا ايه جيبيني جيبي الزبد. كيجبر الغالي راجع في الخنيقه. كلشي جبتي الغالي، هذا غالي هذا خرجتي منه 60 واحد.
مالك تشبه البسيطي بابا بسيطي الله بسم الله بسم الله ماما نعليك هاي ماما ما كتخلينيش نشد غالي راهو الوفره الوفره جبانه من الروب بحال هاجي على الصيف ديال السنه شوف صحيح شوف يلا انا صورت انا خاصني ندير بال في اليوتيوب ماما رد شو اسمك ماما الحاز عزيز جلاس يا الحاز يا الحاز هذا شمع الحاز شو ديال الفم انا اللي طيبات وهذيك الباب باينه والمشماش والزيبلان انا بينيني انا راني دجاجه تبارك الله على المانكان ديالنا اخيرا وليس اخيرا الدسير ها خالتي ماريا البراقيه ديالنا اخالتي خالتي ماريا هضري بالمكناسيه انا بزاف قولوا نوصب لك نوصب لك توصب لك شي خالتي ماريكا خالتي ماريا قولي الشميشه عافاك عافاك خالتي المهمه قولي الشميشه الله يعطيك شي حجه يا ربي في قبر النبي سميسه سميسه المهمه قولي له الحاج تعشى قولي له الحاج تعشى قولي له الحاج تعشى عافاك لا قولي تعشى تعشى الله يعطيك الخير عمك حط وراك الطوموبيل نعم لا قبيلة خدينا الطوموبيلات انا فاقت الفيستا وهو الطوموبيل ديال الكرام فيستا ضروري هزت الورق ما يدعو لي حبشنا في الطريق تبارك الله على المانكان ديالنا تحية ليك تحية نضالية ميثات عرسي أمي ما أنت وعمي كيحمقهم عليكم في اليوتيوب ديما تقولون الحاز أستاذ لونجلي سلمينا عليه غزال وديما تقولون سلمينا على للا خديجة للا خدوز خديجة ميما كي وصلنا في سامحيني هادك جيهان مات لا مات مانك زعما انتي حينه لا هي تنخربق انا بس نشوف انا هي تنخربق رشيده جيب المواس المهم عيط رشيده عافاك هي تقولي رشيده اخر حاجه عافاك 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 الله يسلمك رصيده هي تنشارك وتشكر يا رصيده جيب المواس رصيده رصيده تقولي لها رصيده رصيده ما كتقول لك رصيدة واش متى رصيدة ابني الرصيد اخذ المهم البنات غاديين دابا في حالتنا دازت العشية زوينة دوزنا صراحة عشية واعرة حنا تسالم أجواء عائلية جميلة جميلة جدا فوالا ما سخيتش الصراحة
لاباس عليكم كي درتو كي دوزتو معنا العشيه. نتمنى انه يكون عجبكم الحال. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد لاكام زوينه اللي وعدتكم انني نبارطاجي معكم لا روتين جديده ديالي ديال الليل. قبل ما نبدا وقبل ما نعرفكم عليها بغيت تو دابور نقول لكم بلي انا ما كنبارطاجش اي حاجه وبلي الحمد لله جو سو با جون اللي كل نهار نجي نقول لكم البنات وهذا الكريم عجبني وهذا عجبني وهذا عجبني. لاكام انا كنستعمل هذا بالمده 3 سيمين بالحساب يعني نقدر نبارطاجي معكم لا دات باش وصلتني. اصلا لاكام معروفه ما نحتاجش نهضر عليها. لاكام ديال ناري من كوزميتيك. صراحه من ديما كان عندي كنت باغا نجربها وحصل لي انفا شرف انني نتعرف عليها ونستعملها. غيانا ديال رائعه ونقدر نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي مازال ما اكتشفوهاش وبغيت كاع الناس اللي يستعملوها يهضروا عليها باش الاخرين يقتنعوا. انا مستعده نعوض لكم الثمن ديال اي برودوي خديتوه ما عجبكمش حيت فريمون زوينه وانا متاكده 100% انها غادي تعجبكم. اول حاجه غادي نعرفكم على المنتوجات اللي استعملت واللي انا نضمنهم لكم 100%. عندي هنايا البنات بعدا لو ديماكيون هذا اول حاجه كنبدا به منين كندخل. واخا نكون دايره غير كحول من ديما الكحول كان كيبقى لاصق لي تحت عيني وكيسيح. الحمد لله ملي استعملته كينظف لي البشره ديالي توتالمون وكنتعاون بهادو ديال غالي باش كنمسح ليه هذا فريمون زوينين بزاف عاونوني. وهنايا البنات هذا سيتو جيل نيتوايون حتى هو واعر البنات كنغسل به وجهي. عندكم هنايا هذا المولد هذا ديما كنرشو سوا ابخي ما كنسالي لو سوان ديالي سورتو انه في رمضان كنا هضرت لكم انه وجهي كله كيبقى يتقشر. الوغ صراحه ملي استعملته والله العظيم ما بقيتش كنعاني من داك التقشير اللي كان كيجيني في وجهي سورتو ان هاد البلاصه راكم شفتو هذاك النهار دابا شوفوا راه ما بقاش داك المشكل كيف كان. عرفتي راه كنت هاد البلاصه كلها كتقشر هاد البلاصه حيت كنجف من الماء وسورتو ملي كيكون صيام كيقضي عليا. عندنا البنات هاد الغوماج اكليرسيسون كيفتح البشره. هانتوما راه كتشوفوا كلشي على عينيكم وانا غنستعملو قدامكم باش غادي تشوفوا النتيجه. وهنايا البنات عندنا هاد لو ماسك اللي كيف ما كتشوفوا هو اللي كيحيد الرؤوس السوداء. الناس اللي بحالي كيعانيو من الرؤوس السوداء وهذا راه فريمون زوين بزاف وغادي يعجبكم انا متاكده. ومهم انا غادي نبارطاجي معكم الاستعمال ديال هاد لي برودوي هذا باش تشوفوا كيفاش كنستعملهم. فوالا البنات اول حاجه كنديماكي الوجه ديالي دابا البنات غادي نستعمل لو جيل نيتوايون باش نغسل وجهي. ابخي غادي نغسل الوجه ديالي. ثالثه ايتاب انني غندير لو غوماج اكليرسيسون ديالي و فوالا غادي نبقى نغومي الوجه ديالي ونابليكيه كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الريزولطا ديال داكشي اللي درت ها هو باين يعني ما دايره لا فيل دخل حتى شي حاجه. دونك راه كلشي كتشوفوا على عينيكم. دابا البنات بقى لي حاجه وحده هو انني نابليكي لو ماسك اللي كيحيد لو بوان نوار. الصراحه انا دابا ديجا محيدين ليا من نيفي حيت كنستعملوه. هو راه كديروه غير دو فوا بار سيمين. انا ديجا دايره دو فوا ديال لا ثوازيام فوا اللي غنديرو فهاد السيمانه ولكن ماشي مشكل غير باش نوريكم لابليكاسيون كيفاش ممكن انكم تستعملوه. صافي هادشي اللي كاين. الا بان لكم شي ديكالاج رايح يتعاود الصوت ابخي. درت
الماسك على وجهي هانتوما كيفاش كتشوفوا. غادي نخليه 15 مينوت وغادي نعاود نرجع معكم 15 دقيقة. نتوما قادوا ليا التليفون 15 مينوت هانتوما الجل لصق ليا في وجهي. دابا غادي نغسلو وغادي نعاود نرجع معكم. غاكوكو الفي لي في بنات غاكوكو تجي المهم غالي في فوالا هانتوما كيما كتشوفوا الريزلت على وجهكم على يديكم. المهم غادي ندير الزبيته ديالي لي اون ميم طون تقدروا كتحمقني هاد لي طاب سالينا كنحماق عليكم وليله سعيده ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فلوغ جديد.